السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد الموارد الزراعية. الموارد الزراعية تتنوع الموارد الزراعية في العالم من قارة لأخرى ومن دولة لأخرى، وبتنقسم إلى محاصيل غذائية زي الحبوب الغذائية، محاصيل إنتاج السكر والزيوت، محاصيل نسيجية، محاصيل ذات طبيعة خاصة. طب ايه هي المحاصيل الغذائية زي الحبوب زي القمح والرز والذرة؟ محاصيل انتاج السكر والزيوت زي القصب والبنجر. محاصيل نسيجية زي القطن والكتان والجوت. محاصيل ذات طبيعة خاصة زي المطاط والشاي والبن. اولا، يعتبر القمح الغذائي الرئيسي لمعظم شعوب العالم، بيصنع منه رغيف الخبز والمكرونة والحلويات والمعجنات. يبلغ انتاج العالم منه حوالي 670 مليون طن، وينتج في كل قارات العالم. اهم مناطق الانتاج: اسيا هي الاولى في الانتاج العالمي، والصين هي اول دول في العالم، يعني كقارة فهي قارة اسيا، كدولة الصين، يليها الهند، ثم الولايات المتحدة الامريكية، ثم مصر الأولى في أفريقيا. بعد القمح البنجر، المحصول الثاني لإنتاج السكر في العالم، وبتتركز صناعته في دول أوروبا، في فرنسا وفي أمريكا الشمالية، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. وده بسبب ملائمة الظروف المناخية والتربة الزراعية الخصبة. أكبر الدول إنتاج في أفريقيا للبنجر هي مصر. الانتاج العالمي للسكر البرازيل اول دولة في العالم، يليها الهند ثم الصين. اما القطن من المحاصيل المدارية لانتاج الخيوط اللي بتستخدم في صناعة الانسجة، وبعد ذلك في صناعة الملابس، ومصدر لاستخراج الزيوت والاعلاف. الانتاج العالمي ينتج العالم 26 مليون طن في السنة. اهم مناطق الانتاج: اسيا اكبر القارات انتاج، وبتنتج تلتين الانتاج، واهم الدول الصين والهند، وبعد كده امريكا الشمالية ثم امريكا الجنوبية. افريقيا واهم دولها مصر والسودان، وهو من النوع طويل التيلة، يعني من اجود انواع القطن هو القطن المصري عالميا. طيب، المطاط الطبيعي. المطاط الطبيعي هو عبارة عن عصارة بتستخرج من جذوع أشجار استوائية، وتعالج كيميائيا، وبتدخل في صناعة إطارة السيارات وصناعات أخرى. الإنتاج العالمي أول قارة هي قارة آسيا، ويليها أفريقيا. أول دولة في الإنتاج في المطاط الطبيعي هي تايلاند. طيب، الشاي هو نبات دائم الخضرة، موطنه الأصلي شرق آسيا. شروط نموه: تربة عالية خصبة خفيفة، مناخ حار وهواء رطب ومطر غزير. الدولة المنتجة هي الصين، أول دول العالم إنتاجا للشاي. وبكده نبقى خدنا الموارد الزراعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.